مساء الخير عليكم. اليوم راح نديروا مع بعضنا دويدة مفورة تجي خفيفة وبنينة، جربوها ان شاء الله ما تندموش لانها رائعة. كاين اللي يعرفها وكاين اللي لا، نطيبوها مع بعضنا ونشوفوا واش يلزمنا في هذه الوصفة. المقادير تاعها يعني سهلة بسيطة، عندك قطع من اللحم او الدجاج، هي تعمل بالدجاج ولا اللحم تجي بنينة. عندك هنا فلفل اسود، عندنا الحمص، عندنا عود قرفة، عندنا بصلتين مبشورين مليح، عندنا دويدة تكون متوسطة مش مرقيقة نحطها في الجاري، لا تكون متوسطة، وعندنا الملح كيما قلنا، ونحطوا شوية زيت في كيما قلنا في الكوكوطة تاعنا باه نطيبوا اللحم. إذا كان دجاج تحطوه في برمة عادي. نحطوا قطع اللحم بعد ما يسخن الزيت نتقليوهم مليح، لازم يتقلى الزيت يعني اللحم مليح مع الزيت وحده، ما مملحش ما حد شي، المهم يتقلى شوية اللحم تاعنا كما شفتوا. بعد نحطوا البصله تاعنا ونزيدوا نقليوا، وهنحطوا معاها الحمص المرنخ. يعني وصفه بسيطه جدا وسهله، ما تحتاج حوايج ياسر. نقليوهم مليح 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 كما نقولوا. هنا بعد ما قليناهم وشفناها تقلات نحرقوهم كما قلنا، راح نزيدوا واش راح نزيدوا، راح نزيدوا عود القرفه ونقلي. وشفتوا حتى يشيح هذاك الماء تاعها، يعني ما تحرقوهاش يشيح. هنا نملحوا حسب كل واحد حسب الرغبة تاعو، ونزيدو نحطو الفلفل الأسود، يعني كمية يعني ما نكتروش بزاف، يعني حوايج هادي سورتو كي تعود فيها اللحم ما نكتروش بزاف، يعني باش ما تروحش طعمة اللحم. المهم نخليوها تتقلى مليح. هنا نجيبو دويدة تاعنا اللي تكون كيما قلنا متوسطة، نحطوها في الكسكاس تاعنا ونحطو عليها شوية تاع الزيت باش الزيت هذاك يعني ندخلو فيها يتغلف كل الحبة باش ما تلصقناش في التفويرة. هنا نحركو هكذا بيديك ولا بالمغرف عادي، يعني حطي باكي، كل واحد يحط حسب الكمية، إذا كانوا الأعداد الأفراد ياسر تحطي أكثر من باكي. هنا شوفوا هنا بعد ما شاحت اللحم تاعنا، يعني ما تكرفش يعني تشيح خلاص تشوح مليح. نزيدو لها نمرقوها دركا بالمسخون ونخليوها طيب حتى نطيب لنا اللحم تاعنا. بيان سور عقد ما تكون اللحم يعني طيب لك ما تزيديش الماء، اذا كانت شفتها مازال طايبه مش طايبه تزيدي لها الماء. هنا نروحوا للدويده تاعنا اللي راح نفوروها، اصلا هي تتفور تفويرتين ولا ثلاثه كيما تحبي، كاين اللي يفورها جوج. هنا نحطها التفويره الاولى مدهونه بالزيت، الماء كيعود يغلي نفور. كيف فارت انا التفويره الاولى هذه راح نقلبها، يعني في الكسكاس ما تحتاج انك تقلبها في قصعه ولا، واذا حب واحد يقلبها في قصعه عادي، ونرشها بشويه تاع الماء ونزيد نخليها تفور التفويره الثالثه. هنا كيف نقلبها كما قلنا ونرشها بشويه تاع الماء هكذا، نخليها زيت تفور هكذا فقط ونحيها. هنا بعد ما فرطنا، يعني قلت لكم هي زوج تفويرات تكفيكم. هنا بعد ما فرطنا نجيبو بلاطو تاعنا، يا تحبوا تحطوها في الكوشه يا في عماره، انا جبت بلاطو زعما كنت راح نحطها في الكوشه، من بعد درتها فوق الغاز عادي، يعني سهل سهل في ساعة، يعني ما تحتاجش يعني انك تدخلها الفور ولا حطيتها في البلاطو. وما تشوفوهاش هكذا دوك اللي حاكمين بعضاهم، بعد يتحلوا كي تحطوا لاصوص عليها يتحلوا. لاصوص بالطبع اللي يكون طابلنا، ندوقوا ملح وكلش. بعد نجيبوا الصفايه ونصفيوه. كيما قلنا لاصوص تاعو يجي ابيض ما يجيش فيه طماطم، ابيض عادي تاع دويده يجي ابيض. هكذا نصفيوه، هو بورتون البصل راهو مربي بصح تصفيه احسن هكذا. والمرقه ما تكونش ياسر، يعني تكون جست جست، يعني جست
كيما تحطي الدويده تاعك هو يغطي، يعني مون با يغطيها هكا شويه فقط، ونخليه فوق الغاز يتكتك هكذا يطيب واحد 5 دقائق، لانه عن بالكم مفوره 3 مرات ولا ما تحتاجش انها ياسر الماء، وما تحتاجش انها كاين اللي يسقيوها، بس احنا نحبوها كيما هكذا تجي ملاحه. جست ما تغلي درك، تغلي درك نعتلكم، ينشف هذاك الماء طفيو عليها قبل ما تنشف خلاص، يعني من بعد تلقاوها شربت وحدها كل كعبه ولا توحدها. هنا هاي بدأ التغلي كما قلنا، هكذا ساعة ساعة تحركيها برك بالأقل كما نقولوا باه تزيدي تشرب هذيك لاصوص. كاين أنواع من الدويدة تشرب لكم سورتو الخشينة، تشرب إذا عملتوها بالخشينة راهي تشرب. انتو لاصوص لازم يكون عندكم زايد باش تزيدوا لها، كيما هكذا قلت لكم ترشوا بشوية، إذا لقيتوها شربت جات جيس تخليوها كيما كاك، إذا لقيتوها مازالت زيدوا لها شوية لاصوص بشوية، مش بالتكترون بعد كي تبدأ تدير حتى تتلبس في بعضها. هنا هكذا شوية هك طفيت عليها، هاي كيفاه من بعد كي نشفت، شوفوا كيفاه هنا هاي كيفاه تجي، يعني كل حبة وحدها ما تلاصق ما والو، ما حطيت لهاش الزبدة. هنا نحكم هذاك اللحم اللي طيبت نحطه في الفرن، نشعل عليه من فوق بيحمر برك فقط يتحمر، ونقدم الصحن تاعنا. وجدنا صحن دويدة مفورة هاي كيفاه تجي، ويعني وجيكم خفيفة وبنينة، ويعني وما ماشي كيما تليت لي تقيلة شوية. نقدموها كيما هكذا مع قطع اللحم ولا الدجاج، ونحطو الحمص، لازم الحمص تكون مرافقتها، ونحطو ال وش اسمه العود تاع القرفه، وقرن فلفل اذا كاين موجود، انا هنا ما لقيتوش الفلفل الحار، واللي يحب الحار هاو لازم يحط الفلفل الحار. هنا هاو الطبق تاعنا وجد، الى اللقاء في طبق اخر بحول الله.